السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، الصحة والسلامة للجميع. بسم الله، نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم الاستثمار. ماذا نقصد بالاستثمار؟ الاستثمار هو الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع كالمعدات والمباني والمخزون من السلع. هذا شنو بالنسبة لنا؟ هذا الاستثمار. إذا ما يملك أي مجتمع أو أي دولة من معدات ومباني ومخزون من السلع، شو يمثل لنا الاستثمار؟ يتكون الاستثمار الكلي من 3 مكونات، اللي هي استثمار خاص وعام واستثمار خارجي. الاستثمار الخاص اللي هو المعدات والمباني اللي موجودة بالمجتمع، أما الاستثمار العام فهو الطرق والجسور والسدود ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية، والاستثمار الأجنبي هو فائض الصادرات إلى الخارج على الاستيرادات منهم. ما يهمنا وهذا الموضوع هو محددات الاستثمار لكل نوع من هذه الأنواع. نأتي أولاً على محددات الاستثمار الخاص. الاستثمار الخاص، أجيب لك سؤال، بماذا يتأثر الاستثمار الخاص؟ حتقول لي الاستثمار الخاص يتأثر بنوعين من العوامل. شنو هاي العوامل؟ أولاً العوامل الموضوعية. العوامل الموضوعية، شنو عندنا بالعوامل الموضوعية؟ عندنا الأرباح المتوقعة والكفاية الكفاءة الحدية لرأس المال. الأرباح المتوقعة، أي شخص بينا يسوي مشروع يتوقع حيحصل على أرباح معينة. أنا ردت أفتح محل، ردت أسوي مصنع، حتوقع حتكون محصلة الأرباح حتكون عندي بشي تقريبي. على أي أساس أو على ماذا تبنى هذه التوقعات في الأرباح؟ تبنى على 3 عناصر، اللي هي أولاً عندنا هنا على ماذا تعتمد؟ إن الأرباح المتوقعة تعتمد على أولاً توقعات الأسعار التي ستباع بها منتجات تلك الماكينة أو المشروع. إذا استثمرت المشروع أو ماكينة معينة فأني حتوقع تجيني أرباح. على ماذا تبنى توقعاتي؟ على أساس الأسعار، بيش حبيع المنتج أو بيش حبيع السلعة أو بيش حبيع القطعة. هاي أولا. النقطة الثانية، 2، توقعات أسعار المواد الأولية وعوامل الإنتاج الأخرى التي ستستأجر أو تشترى. إذا حتوقع أرباحي على أساس سعر السلعة التي ستباع بها، هاي السلعة اللي أنا أنتجتها بيش هقدر أبيعها، على أساس أسعار المواد الأولية والمواد الخام وأجرة العمال، أي تكلفة عوامل الإنتاج، وعلى أساس الإنتاجية. هذه 3 نقاط، الإنتاجية وإنتاجية العمال أو إنتاجية عوامل الإنتاج، وعلى أساس تكلفة عوامل الإنتاج، أسعار عوامل الإنتاج، وعلى أساس أسعار السلعة التي ستباع، بيش أقدر أبيعها، على أساسها أنا حبني توقعاتي بالاستثمار بمشروع معين أو ماكينة معين. هذا أحد العوامل الموضوعية. العامل الآخر اللي هو الكفاءة الحدية لرأس المال وسعر الفائدة، اللي أريده من عندكم فقط هذا التعريف اللي هو الكفاءة الحدية لرأس المال، اللي هي تعريف الربح المتوقع من الاستثمار الإضافي يعبر عنه كمعدل للعائد من الاستثمار. هذا فقط تعريف الكفاءة الحدية لرأس المال، هذا فقط اللي أريده هنا أنا. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من العوامل اللي هو العوامل الموضوعية. نجي على النوع الآخر اللي هو العوامل الذاتية. هاي بعدنا محددات من وراء الاستثمار الخاص، اللي هو التقدم التكنولوجي، الاختراعات، الابتكارات اللي ممكن الاستثمار مكان معين يأثر لنا إيجابا على الإنتاج، وممكن يوفر لنا بالإنتاج أو تكلفة الإنتاج. طبعا هنا أنا فعندنا هذا واحد من العوامل. العامل الآخر النمو السكاني، كل ما يزيد السكان شي يزيد الطلب على السلع والخدمات. هذه العوامل الذاتية، هذه محددات الاستثمار الخاص. الاستثمار الخارجي شنو اللي يحدد لنا؟ حالات الرخاء والكساد اللي تمر بها الدولة، هذه أحد العوامل. العامل الآخر اللي هو القيود المفروضة كالتعرفة الجمركية ونظام الحصص وغيرها، هذه نوعين من المحددات للاستثمار الخارجي.
الاستثمار العام من استثمار عام. إذن إحنا هنا نتكلم عن دور دولة، الدولة دائما تهتم بالرفاهية للمجتمع، تهتم بتوفير الخدمات والسلع للمجتمع، تهتم بالجانب الاجتماعي والإنساني أكثر من اهتمامها بالجانب الربحي. إقامة المشاريع من مدارس من مستشفيات من طرق من جسور من بنى تحتية، هاي كلها من تقوم بها الدولة، وليس الاستثمار الخاص أو الاستثمار الأجنبي. ننتقل إلى موضوع توزيع الدخل القومي. طلاب، فقط المواضيع اللي أشرحها، فقط الفقرات اللي أنا أوضحها مطلوبة من عندكم، فقط الصفحات اللي دا أصورها ودا أشرح لكم عليها هي مطلوبة، أما غير هذا فما مطلوب من عندكم. توزيع الدخل القومي، أي عملية إنتاج شو صاحبها عملية توزيع. إحنا قلنا الفعاليات الاقتصادية اللي هي إنتاج، أنتجت، سويت مصنع، أنتجت بيه، أروح أبادل منتجاتي بالسوق، أحصل على النقود، بعد ذلك أقوم بعملية توزيع الدخل على الذين اشتركوا بالعملية الإنتاجية. ليش؟ أنا كعامل أريد أجرتي على موت أروح أشتري احتياجاتي من السلع والخدمات. إذن توزيع الدخل إلى مظهران، الأول نظري إلى علاقة شنو نسميه التوزيع الشخصي. التوزيع الشخصي إيش نقصد به؟ أي تقسيم الدخل على الأفراد، أي تحديد حصة كل فرد. حصة كل فرد، أني أحدد هنا حصة، أنه أنت إلك 50، أنت إلك 20، أنت إلك 30، أنت إلك 40، حددت حصة لكل شخص اشترك وياي بالعملية الإنتاجية. هذا الشيء يسمونه التوزيع الشخصي، حددت حصة كل فرد ساهم بالعملية الإنتاجية. المظهر الثاني اللي هو شو نسميه التوزيع الوظيفي. هسه قبل قليل أخذنا شنو التوزيع الشخصي، قلنا حددت حصة 40 50 20 30، حصة لكل شخص ساهم وياي بالإنتاج. التوزيع الوظيفي هنا لا، أنا أبين، أنا حددت سابقا 20 30 40، بس شنو هالعشرين وثلاثين أربعين؟ أنا فقط أطيت للأشخاص اللي اشتركوا وياي بالإنتاج، أعطيتهم حصة. هنا لا، التوزيع الوظيفي يحدد كل حصة شنو مفهومها. أي تحديد حصة للعامل، ورايع لأصحاب الأراضي، فائدة لمالكي رأس المال، وأرباح للمنظمين. أنا سابقا حددت أنت لك 20، أنت لك 30، أنت لك 40، بس أنا ما حددت هاي شنية. هنا هحدد، هقول صاحب الأرض أنا هنطي رأي، صاحب رأس المال هنطي فائدة، العامل هنطي أجور. هذا الاختلاف. بالمرة الأولى أنا بس طلعت الحصص، المرة المظهر الثاني لا، أنا مو فقط أطلع الحصص، أنا أحدد نوع كل حصة شنو نقصد بيها. من أطلع للعامل أقول شنو هاي أجور، من أطلع صاحب رأس المال أقول هاي فائدة. هذا المظهران، تفاوت الدخول غير مطلوب، تروحوا لي على الأجور. شنو تعريف الأجر؟ هو ذلك الجزء من الدخل القومي المستلم من قبل أولئك الذين اشتركوا بالعمل المنتج. الأجر ممكن تعريف آخر هو الثمن المدفوع لاستخدام قوة العمل، هو مقدار ما يدفعه صاحب العمل إلى العامل نظير الخدمات التي يؤديها. الأجرة هي كلفة من وجهة نظر من المنتج، لكن من وجهة نظر العامل هي شنية، هي تعتبر دخل. الأجر النقدي والأجر الحقيقي، وضحنا محاضرة سابقة الدخل النقدي والدخل الحقيقي. الأجر النقدي هو مقدار ما يحصل عليه العامل من نقود لقاء قيامه بالعمل، مقدار من اسمه أجر نقدي، هو شقد أحصل على نقود نظير العمل اللي أقوم به. أما الأجر الحقيقي هو عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بالأجور النقدية. نظريات الأجور، أكو نظريات قديمة أكو نظريات حديثة. النظرية القديمة، أحد النظريات القديمة اللي هي نظرية أجور الكفاف. هاي النظرية تبناها اقتصاديون مثل أدم سميث، ريكاردو، مالثوس.
ملخص هذه النظرية إنه أصحاب العمل لازم يدفعون أجور للعمال مقدار اللي يكفيهم حد الكفاف. حد الكفاف إنه مجرد إنه العامل يبقى على قيد الحياة، هذا يسمونه أجر الكفاف. أنا مجرد إنه أعطيك أجر يخليك تبقى تعيش وتتزوج وتنجب أطفال، ما تتجاوز الأربع، العائلة ما تتجاوز أربع أفراد، يعني يكون عندك ابن أو اثنين، في حال وفاتك ابنك حيكون حيحل مكانك بالعمل. هذا يسمونه أجر الكفاف، أو هذا ملخص هذه النظرية، إنه أنطي للعامل مجرد اللي يخليه يبقى على قيد الحياة أجر، يخليه يبقى على قيد الحياة، وأيضا بنفس الوقت يتزوج ويكون عائلة، يكون عنده خلف في حال إنه مرض أو مات، إنه ابنه يحل محله بالعمل. هذا ملخص هذه النظرية. النظرية الثانية اللي هي نظرية مخصص الأجور، وفق هاي النظرية اللي تبناها جون ستيوارت ميل، هذه النظرية شو تقول؟ تقول المخصص للأجور، مخصص المبلغ اللي مخصص للأجور هو شنو؟ مبلغ ثابت. أكو علاقة ما بين هذا المخصص للأجور وما بين عدد السكان، فأني من أقسم مخصص الأجور على عدد السكان يطلع لي أجرة كل عامل. بما أنه هذا المخصص ثابت، فأني لازم شنو؟ أقلل عدد السكان على مود أجرة العامل تزيد، والعامل هنا ما ممكن يطالب بزيادة أجورته. ليش؟ لأن مخصص الأجور ثابت. في حال طالب بزيادة أجوره هنا حيأثر منه على عامل آخر. ليش؟ لأن المبلغ المخصص للأجور هو مبلغ ثابت محددينه أصحاب العمل، فأنت من الطالب أنت هنا كأنما حتأثر على العامل زميلك، ما حيصير زيادة من قبل أصحاب العمل إليك، لا، وإنما حيكون من هذا المبلغ اللي هو ممكن تأثر به على العمال إلى آخرين. فهنا كلما زاد السكان مخصص الأجور إيش حيصير؟ الكل عامل ينخفض. ليش؟ لأن إحنا هنا نقسم مخصص الأجور على عدد السكان، فمن يزيدون عدد السكان وعدد العمال نصيب كل واحد من عندهم حيقل، بينما إذا عدد السكان وعدد العاملين قليل فمخصص أجور كل عامل يشبيه يرتفع. هذه نظريات قديمة، أريد ملخص بسيط 4 أسطر كلش كافي على كل نظرية. النظريات الحديثة اللي هي نظرية الأجور الحديثة، هذه النظرية باختصار شو تقول؟ إن أجر العامل يتحدد على أساس إنتاجية العامل الحدي. يعني أنا هسه إذا عندي 10 عمال أجيب العامل 11، إذا العامل 11 كانت إنتاجيته أعلى من الأجر اللي أدفعه، فهنا شنو حتكون يستحق هذا الأجر، وحيكون عندي إنه أقدر أشغل عمال آخرين. طلاب، هذه محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم، واي سؤال عندكم او استفسار اكتبوا لي، او اعيد لكم شرحه او اوضح لكم اياه، وان شاء الله يعني ما بقى لنا شيء، عندنا ماده جدا قليله، محاضرتين ان شاء الله نكملها.